فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الضابط في من تلزمك نفقته من الأقارب هو من ترثه أو يرثك؟ اي نعم، لا ما هو أو يرثك، من ترثه اللي لست محجوبا عنه، لو مات ترثه تجب عليك نفقته، لأن الله قال في الحمل وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن، يعني الحوام كسوتهن بالمعروف، ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك، تجب النفقة بمقابل الإرث. نعم.